Welcome back, dear viewers. You're still watching Nile Cruz on Nile TV, and now we have with us Dr. Ibrahim Gharib, who is a musician, and of course he plays on the oud, and now he's going to be presenting the song Hayart Albi. A very good day, sir, and it's a pleasure to have you. Enta Omri, you're going to start with it. Enta Omri, Enta Omri. Go ahead, sir. خصمتك بيني وبين روحي خصمتك بيني وبين روحي روحي وصالحتك وخصمتك تاني تاني وأقول أبعد اصعب على روحي أقول أبعد اصعب على روحي تطوعني ليزيد حرماني حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي قول اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي ولا اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عاللي في قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عاللي في قلبي واقول لك عاللي سهرني واقول لك عاللي بكاني اقول لك عاللي سهرني اقول لك عاللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني يا قاسي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها يا قاسي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها دي نظرة شوق وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمعة بداريها
وده خيال بين الأكفان سهر معايا الليل كله سهرني بين فكري وأشجان وفتلي جوه العين ضلوا وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك عاللي في قلبي بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك عاللي في قلبي اقول لك عاللي سهرني واقول لك عاللي بكاني واصور لك ده انا روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني Wonderful, Dr. Ibrahim. You have another song, sir? Yes. Yeah, another song for Umm Kulthum, yes. Since we are in the Manastiri Palace, next to the Umm Kulthum Museum, I guess. In Tamri? Yes. Okay. رجعوني يعني لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه رجعوني يعني لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي علي اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع احسبوه ازاي علي علي انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك صباح وانت انت انت عمري Dr. Ibrahim Gharib, thank you so much for thank this wonderful music, thank of course. The Mohammed debut is by this very interesting, of course, inspiring piece of musical segment. We come to the end of today's episode of Nile Cruise. Hope you've enjoyed being with us as much as we have. Mohammed, thank you so much for joining me. Thank you, Rana, and thank you to your viewers. Thank you so much, dear viewers, and until we meet again in another episode of Nile Cruise next week, from all the team here, myself, Rana Al-Qassas, Mohammed Abdelrahim, thank you so much for joining. Goodbye.